السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن سيليكشن الاير هاندلنج يونت، الشيلد ووتر اير هاندلنج يونت. هنقوم ان شاء الله بالكلام دوت من خلال الموقع ده اللي هو vtsgroup.com vtsgroup.com. مجرد ما اخش على الموقع هلاقي فيه كلمة على اليمين باللون الاصفر اسمها كليماكاد، ده اسم الاونلاين سوفت وير بتاعه. مجرد ما ندوس عليها هنلاقي دروب ليست هنا، تختار بيها البلد اللي انت عايز تعمل لها السليكشن. طبعا احنا هنا الميدل ايست، ولكن انا هختار الامارات علشان الوحدات مختلفة شوية، لكن مش فارقة في اي حاجة تانية. بعد كده ندوس على الزرار ده، بعد كده نيجي من على القائمة على الشمال ونختار النوع اللي احنا عايزينه من الهاندلنج يونت سبلاي، وبعد كده كولينج، بعد النكست. هنا نبتدي نحدد البيانات بتاعت وحدة المناولة طبقا للايه، للهاب والحسابات بتاعتنا. نفس الغرفة اللي احنا كنا عاملين عليها السليكشن مع بعض في المحاضرات، اللي هي رقم 7، هنلاقي ان دي البيانات بتاعتها، وان هي 18,995 CFM. طبعا انا قلت ان هقسمها على 2 لما جينا كمان عملنا سيليكشن في المحاضرات للباكج يونت، وكمان عشان المساحة اللي هنمشي فيها الضغط هي قليلة جدا، فهيكون الافضل ان احنا نقسم على مكانتين في الاير هاندلنج يونتس. انت ممكن تلاقي كل الساعات اللي انت عايزها بنسبة كبيرة، ولكن زي ما بنقول علشان المساحة المتاحة عندنا. طيب 18,995 على 2 هيطلع فيها حوالي 9,500 CFM. ندخل البيانات دي على السوفت وير الاونلاين، 9,500 CFM. external pressure، external static pressure لما يكون عشان الضغط ومخرج الهواء والكلام ده، كنا قايلين تقريبا ان هو واحد بوصه زي ما كنا شغالين في الهاب. بعد كده عندنا السيرفيس اكسس سايد اللي هو الاكسس سايد بتاع المكنه، طبعا في اتجاه الفلو، وليكن الرايت مش هيفرق معانا في حاجه. الاسمبلي مود، اسمبل انتو سيكشنز، يعني التقسيم بتاعها هيكون شكله ازاي، من خلال سيكشنز ولا هناخدها كلها على بعضها باكج واحده، كل القصص دي مش تفرق معانا دلوقتي. اللي يهمني دلوقتي هو السمر، السبلاي انتيك، والسبلاي اوتلت. يقصد هنا بالسبلاي انتيك والسبلاي اوتلت هي درجات الحراره على الكولينج كويل، يعني الانترنج ليفل الليفنج الانترنج اير تمبريتشر اللي هي السبلاي انتيك، والليفنج اير تمبريتشر اللي هي السبلاي اوتلت. اما الاكستراكتور انتيك فدي درجه الحراره بتاعت الهواء الخارجي. طبعا البيانات دي موجوده في الهاب، هنلاقي درجة الحرارة بتاعت الدخول بتاع او الانترنج اير تمبريتشر. لو فتحنا كده الداتا بتاعت الهاب تاني هنلاقيها 85.4، والار اتش بتاعتنا 68.4. دي الويت بالك، هنجيب احنا هنقول دلوقتي كمان شوية ازاي هنجيب الار اتش. المهم درجة حرارة الليفينج اير تمبريتشر 55.8، درجة حرارة الاوت اير 105 فهرنهايت. ندخل الكلام دوت 105، 55.8، 85.4. لو جينا في الهاب وجبنا الداتا بتاعت السايكومتريك شارت هنا كده، هنلاقي عندنا كل نقطة من النقط بتاعتنا، طبعا مش هنخش نخش على الصيف، هنلاقي كل النقط ايه متعرفة بدرجات الحرارة والسبيسيفيك هيوميديتي. انا هفتح البرنامج بتاع كارير سايكرومتريك تشارت
لأني هحتاجه في الوقت ده. وابتدي اقول له add point، وندخل الثلاث نقط دول عن طريق المعلومات اللي موجودة عندنا، اللي هي درجة حرارة الدراي بالب temperature والسبيسيفيك هيوميديتي. لما تيجي تدخل اول بوينت، يعني خلينا نقول كلير خالص، كلير تمام، هنقول له add point، نقول له اول نقطة دي اسمها ال out air temperature. طيب ال out air دي هنحدد لها الدراي بالب بتاعها اللي هو 105، وبعدين نحدد لها الجرين. خلينا احنا نختار الدروب ليست دي ونقول له W. خلي بالك بس ان الجرين هنا او ال W دي بالجرين بالباوند، ولكن في الهاب هنا القيم بالباوند بالباوند. عشان تغير الكلام ده بتضرب في 7000، يبقى بوينت او 1462 مضروبة في 7000، يبقى الجرين بتاعنا 102.34، 102.34. ونقول له apply، بعد كده نقول له add point ولتكن المكستشر air، نقول له الدراي بالب بتاعتها 85.4 و الجرين بتاعها 0.0111 في 7000، يطلع ب77.7، ونقول له برضو apply add point تاني. دي ال leaving air temperature طبعا ال leaving air temperature، ونقول له ال dry bulb بتاعتها ب55.8، وال RH بتاعتها ال W بتاعتها 0.00873 في 7000، تطلع 61.11. نقول له أبلاي، طبعا الميكتشر اير اللي هي الليفي الانترنج اير تمبريتشر على الكولينج كويل. لو قلنا الكلام ده طبعا هو بيكون موقع ثلاث نقط اهم قدامنا على على الشارت. مش ده المهم دلوقتي، المهم عندي ان هو هنا بيديني البيانات بتاعه كل نقطه من النقط دي. هتلاقي الار اتش هنا يبقى ايه القيم بتاعتها بقت واضحه جدا. انا عملت كده واخترت السوفت وير الاونلاين، هنلاقي قدام السبلاي انتيك اللي هو الليفي الانترنج ال تمبريتشر، هتلاقي ان الار اتش 42.5. تمام، في حالة السبلاي اوتلت اللي هو الليفينج اير تمبريتشر هتلاقي او الليفينج اير هتلاقي 91.9 الار اتش. بعد كده الاكستراكت اير اللي هو الاوتسايد، الرطوبة بتاعته او الار اتش بتاعته 30.5 من الهاب زي ما هي موجودة هنا. طيب نكمل بقى الشغل بتاعنا. بعد كده نخش على الفان سيكشن. هذه الامور مش تفرق معانا خالص، وضعية الفان والكلام ده هو بنسيبها للاختيارات الافتراضية. البلي فلتر او الفلتر اللي موجود هنتكلم عن الانواع دي بعد كده بعدين، بس هو الجي فور ده اللي هو ما يسمى بالباك فلتر، هو اللي بيستخدم في معظم المشاريع، ولو اتغير بتكون على حسب الابليكيشن اللي موجود اللي هي الحالات السبيشال. الووتر طبعا هنا بتختار، ممكن تختار دي اكس لو انت عايز تختار كولينج كويل دي اكس او ماكله سبليت دي اكس. الانلت ميديوم تمبريتشر والاوتلت ميديوم تمبريتشر اللي هي درجات الدخول والخروج بتاعه التشيل دكتور، طبعا احنا قلنا عليها اللي هي الدخول بيكون او الخروج بيكون الخروج بيكون 12 درجة تقريبا، يعني 53.6، هنقول 13 درجة يبقى 55.4، مظبوط.
والدخول بيكون حوالي 7 درجات سيليزيوس، اللي هي 44.6. بعد كده ننتقل للخطوة اللي بعدها ونقول له نيكست. هلا يحدد لنا المودل نمبر، الأبعاد، الويتس والديبس والطول، وحدد لنا الباور الكتريك المطلوب. سيبك من النقطة دلوقتي، هنحدده بدقة أكتر السلايد الجاية أو الدرجة الجاية. الويت 1354 باوند، وهكذا. ندوس نيكست برضو. هيجيلنا بقى ده ايه، السليكشن الفاينل. اتكلمنا على الأبعاد واتكلمنا على الوزن الأول والمودل نمبر وتوصيفه بالظبط. بعد كده بيدلنا توصيف للكيسنج، هنا برضو الدايمنشن مرة تانية، ثم يبتدي يتكلم عن الفلترز ويديني البريشر دروب. انا بهتم اول حاجة برقم واحد، ده هو ده البريشر دروب اللي انا عايزه لو انا بحسب الفانة. طبعا الفانة دايما بيكون لها اكسترنال وانترنال بريشر دروب. البريشر دروب الانترنال اللي هو خاص بالكولين كويل، الهواء خلال الكولين كويل والهواء خلال الفلتر، واي برضو مكونات تانية موجودة. فاول مكون عندنا هو الفلتر، البريشر دروب فيه 0.37 انش ووتر كيج. طيب الووتر كولر، تلاحظ طبعا ان هو مديلك درجات الحرارة اللي انت عايزها بتاعت الدخول والخروج اللي احنا دخلناها اهي، وهتلاقيه محدد لك ان البريشر دروب خلاله هو عبارة عن نص بوصة. طبعا ده انترنال بريشر دروب. طب البريشر دروب بتاع شبكة التشيلد ووتر، عشان لما تيجي تحسبها تضيفه على الهيد بتاع البامب، هتلاقي هنا الميديم بريشر دروب اللي هو 3 فوت ووتر كيج. درجات الدخول والخروج كام جي بي ام اللي هيعدي علشان يحقق لك الحمل. التوتال كولر كاباستي، الكاباستي بتاعتنا 424 ميجا بي تيو. ممكن نجيب دلوقتي الحمل بتاع الهاب ونعمل مقارنة سريعة كده. هتلاقي عندك الحمل التوتال بتاعك كان 813. طبعا لو قسمته على 2 هيطلع اقل من الرقم ده، لان في كفاءات طبعا. برضو مديك السنسبل لود بتاعك، لو جينا راجعناه مع الكلام ده هنلاقي 310 هنا 600، يعني طبعا احنا هنا بنتكلم عن النص، فطبعا برضو ساتسفايد ومحقق وكل حاجة تمام. الهيدر تايب ده هنا بيبقى مقاس الهيدر او عدد المواسير اللي موجود فيه، كل الكلام ده بيتوصف من خلال البند ده. بعد كده الفان سيكشن هيقول لك الستاتيك بريشر بتاعها ب 1.87، طبعا هنا اكبر من اللي انت عايزه اللي هو الاكسترنال، لان الاكسترنال خاص فقط بالضغط ومخارج الهواء واي حاجة على الضغط سيستم، ولكن هنا هو جايب الفان بحيث ان هي تتغلب على الانترنال او اللي هو عبارة عن الكولين كويل وعن الفلتر واي حاجة تانية موجودة، ثم بعد كده تحقق لك الاكسترنال اللي انت عايزه اللي هو ال1 بوصة. هتيجي هنا تلاقي في الاخر الالكتريك باور كونسومشن علشان تقدر بعد كده تسلمه لمهندسين كهرباء، والار بي ام بتاعتك والكلام ده، وهنا الفريكوانسي والهرتز. هو طبعا المفروض انت بتشتغل على فريكوانسي 50 هرتز طالما انت في مصر، 60 في السعودية او امريكا. طبعا كل الكلام ده بيكون على حسب البلد. هنا الوضع مش هيفرق معانا قوي تمام، خصوصا ان هو الفولت مضروب يعني مظبوط 3 في 380 فولت. طيب دلوقتي عشان تسيف الكلام دوت، عندك حاجة من اتنين. اول حاجة طبعا من خلال select options دي هتدوس على هذا السهم. برضو عبال بس ما يفتح هناك، انت ممكن هنا تعمل retrieve dwg 2d تمام، نقول له save as.
نفتحها بس الأول، مش مشكلة دلوقتي. continue. ليه هنا ايه جابلك الفانة بأبعادها أو الاير هاندلنج يونت بأبعادها ومكوناتها، الكلام ده كله تقدر تاخدها وتحطها في ايه في الرسومات بتاعتك. ده فيرتيكال، ده فيرتيكال، ده او الفيجن، وده الهوريزونتال بتاع المروحة او الاير هاندلنج يونت. تقدر تاخدها وتحطها بأبعادها دي في الرسومات بتاعتك. طيب ايه تاني الحاجات اللي بتميز البرنامج دوت؟ بعد طبعا ما دوسنا على او السهم الاولاني ده، هتلاقيه جاب لك ايه بي دي اف لي كل البيانات اللي احنا طلعناها واللي ناتجة عن السيليكشن بتاعنا، عشان لما تيجي ان شاء الله تحتاج الكلام دوت في اي وقت تاني. ده بيسمى بالكات شيت للسيليكشن، عشان دايما يكون كل حاجة انت عملتها authorized. كده احنا خلصنا السيليكشن بتاع الاير هاندلنج يونت تشيلد ووتر. ان شاء الله هنكمل سيليكشن لكل السيستمز اللي موجودة عندنا.